عندنا مادة فيديوية معدلة لمديرية المرور العامة راح نطلع عليها نشاهدها وبعدها نعلق عليها مقدم حيدر. احنا ذكرنا في بداية الحلقة أهم النشاطات والتوجيهات، لكن خلينا نشاهد هذا المادة الخاصة بمديرية المرور العامة وبعدها نرجع إن شاء الله. أنا بخدمتكم ومثل ما وعدتكم قلت لكم إن شاء الله يأتي يوم أنه اللوحات تثبتوها بالساعة بنفس الساعة أو فئتوا بعهدي، بس أريدكم أنتم معاونتكم وياي ويا إخوانكم ضباط المرور أينما يكونوا في التسجيل في الشؤون الفنية أم في شؤون السير في الشارع، حتى تعاونون حتى نبعد المشاكل وإحنا إن شاء الله عائلة واحد العراقيين. نصيحة للإخوان المستخدمين الطريق في شؤون السير، لا يتجول مهما تكون الحالة، لا يتجول بمركبته بحجة أنه لم يأتي القروص، أنه أكمل معاملته، لوحات يقول يتحجج، لوحات ماكو، هاي اللوحات واكو لوحات في المواقع وانت شفتها وصورتها متراكمة ولم يأتي المواطن لاستلامها. على قبل لا لا دقيقتين دقيقتين يا نظام التأجيل أبصمنا كارتونية بائسة على قبل مجموعي على منطقة قاعد البيت بس تقول لي قل لي أنا قاعد ببيتي شو أجيب السنوية أقول لك إن شاء الله بدنا نشتغل عليه راح نسوي عقد ماكو عقد روح هناك وروح هناك أبو اثنين أنت وياه تتفاهمون وقلت له لازم تعطوني اياها بنشتغل عليها هسه. يبوس راسك عليها. لا يبوس راسك عليها. بس انت ترفض نظام متطور. مو هذا ترجع لي ورا. مو اداري وياك. ما يخالف استاذي استاذي هسه سويناها. مليون استماره. هذا انا اقول لك ليش؟ انا سويتها حفاظا على المواطن. باكر عقب تحولها للولد الرجال اجاني ورا سنتين ثلاثه استاذي طلعت فيها مشكله الضمانه مو موجوده على ما تشتكي. اشتكي عليه وتطلب ورا والدارة تطلع بعد احميك انا مبلغه يجي الجمعه يجي السبت المهم المواطن تسجيل السياره مالته الرقم مالته ماكو كلمه بعدين اليوم او غدا اليوم او غدا وما حصلت غدا ما حصلت عندنا ما حصلت عندنا اخي عزيز ما حصلت اخي الحمد لله والشكر هسه احنا فجاه جينا يوم بيومه يعني هاي التوجيهات تد من سيارتك نعم في كل مواقع كل مواقعنا يعني كل العراق كله ما عدا الاقليم انت يعني تاكد على مفارزنا على محافظتنا جهود 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 يعني مال الابطال انا هسه وجهت لهم شكر وتقدير شهاده تقديريه لاخوي مدير الموقع وكذلك القائمين هنا باللوحات وتعرف هاي مواد كيميائيه بس ابلغتهم يلبسون كمامات لان خوفوا على صحتهم مو بس جائحه كورونا اي ليس بالجديد عليك أي نعم. هذول ولدك واخوتك يعني والدعم انت المستمر الحمد لله شددت على المفارز مفارزنا العامله بشؤون السير في بغداد المحافظات اي مركبه الحجز مالها بعد ما تطلع المركبه ما تطلع المركبه لاي سبب كان ومهما تكون هويه المركبه ما تطلع بعد تسجل ويثبت ارقام الجوال حتى سيطر على الشارع من الناحيه الامنيه ومن الناحيه التنظيميه اليوم بيومه الانجاز مستمر ماكو تلك ما عندنا توقف حتى بايام العطل موجه السيد مدير المرور العام لكافه مواقعنا الخاصه بطبع اللوحات ماكو مواطن يرجع ويقول له ماكو لوحات لا اللوحات الورقيه انزالت
راحت ولا، وكذلك سير المركبات بدون لوحات ولا، ان شاء الله جميع اللوحات مطبوعه. ولهذا ياكد السيد مدير المرور العام من الجانب الامني والحضاري ان تتجول المركبات بلوحات تسجيل رسميه، وهذا الشيء سيدي ينحسب الى مديريه المرور العامه وينحسب شخصكم الكريم لمتابعتكم. يعني نصيحه للاخوان المستخدمين الطريق في شؤون السير، لا يتجول مهما تكون الحاله، لا يتجول بمركبته بحجه انه لم ياتي القروص، انه اكمل معاملته، لوحات يقول يتحجج، لوحات ماكو، هاي اللوحات واكو لوحات في المواقع وانت شفتها وصورتها متراكمه ولم ياتي المواطن لاستلامها. استغرب يعني ليش ما يستلمها ما اعرف. يعني يصر اكو بعض المواطنين يصر على المخالفه، احنا الى بالمرصاد اللي يكون مخالف، لا تزعلون، اريد نجعل من الشارع مالنا نظامي، مو من معقول وليس من منطق ولا من الحكمه انه سياره تتجول بدون لوحات بحجه انه ما جاي القرص او ما مراجع او صارت عداء، ما يطلع بالسياره المركبه مالته يخليها ببيته ويكمل معاملته ويطلع بالشارع. ارجو هاي انه تاكد لي عليها اخ حيدر. مفارزنا ترى شديدة الحساب، والسيارة اللي تدخل ما تطلع إلا تثبت أرقام. رجعنا لكم مشاهدينا الأحبة، وشاهدنا هذا التقرير والتوجيهات الصادرة عن زيارة السيد مدير المرور العام. حدثنا مقدم حيدر عن هذه الزيارة وأهم التوجيهات. مثل ما لاحظت اخوي ناطق بما يخص جولات السيد مدير المرور العام، جولات مستمره لتشخيص الخلل اللي يحصل في مجمعات التسجيل، وكذلك اللي يحصل في شوارع العاصمه حبيب بغداد وبقيه المحافظات. لاحظ من ضمن جولات السيد مدير المرور العام، لاحظ تكدس اللوحات في مجمعات التسجيل بعدم مراجعه اصحاب المركبات لمجمعات التسجيل لغرض تثبيت هذه اللوحات. شنو الاسباب؟ يعني سابقا المواطن يتهافت على انه يحصل على اللوحه، اليوم يعني احنا حتى مدراء المواقع اتصلوا على اصحاب المركبات، وصلت بهم انه يتصلون على ارقام اصحاب المركبات لغرض تثبيت هذه اللوحات. ما بقى انه تتخذ اجراء قانوني وتعجز المركبه. احنا عندنا كثيره هي اجراءات المرور بخصوص هذا الموضوع. فننصح اخواننا المواطنين بمراجعة مجمعات التسجيل لغرض تثبيت اللوحات. وهذا نداء لإخواننا أصحاب المركبات للمرة الأخيرة. تمام. بأنه يذهبون إلى مواقع التسجيل لغرض تثبيت اللوحات. قبل لا أنه تحول إلى الإجراء القانوني. طبعاً. بالطبع مديرية المرور العامة جادة في محاسبة سيارات اللي تتجول بدون لوحات. دواعي امنيه وكذلك دواعي تنظيميه. نعم، تحياتي لك وايضا العميد حيدر مدير مرور اعلام المرور المحترم اللي اجرى هذه الجوله ميدانيه مع السيد العام المحترم، تحياتنا له.